السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جايب لكم افالون 2019 الشكل الجديد كليا جيل جديد. شوف الواجهة العملاقة، الشبك العملاق، ترى اغلبه يعني بس كذي شكل، تشوفون هني السنسر شكلهم كذي. هذا واحد، والثاني طبعا اذا شفت سيارة كذي شعارها كذي صاير يعني في رادار داخل السيارة. ليتات LED Vision Technology ذكية، تعلي النور وتغطي على حسب الطريق اللي قدامها. نظام النقطة العمياء المراية حاطينها هنا عشان سيبية الهواء، أفضل من أنها تكون متصلة بالبادي نفسه أو من الزجاج. فيها كيلس انتري، تو سيت ميموري، التخشيب الرائعة. شوف الستيتشينج شو صاير، يمسك بالسيلفر الكروم من داخل بعد. السيارة مصنعة بأمريكا، مو نفس الكامري باليابان. نسيت شلون مخرطه، شكله غريب صراحة. هذه من داخل، طبعا اسف ان السكان لاف لانهم موقفينها غلط، فالسكان شكله بصراحة وديت حبيت انه يتميزون شوي عن السيارات الباقية. للأسف في رادار خروج على المسار، طبعا هذا هنا السنسر حق الرادار والخروج على المسار، رادار قدام السيارة بس هذا خروج على المسار والتنبؤ بالسيارات اللي قدامك. حتى نظام الإضاءة الأوتو العالي اللي هنا يكون هذا تراكشن، تبطل البنزين أفضل مكان لهم هنا البنزين، وهذا بلا تحت بلا فوق بلا يمين، يضيعونكم دائما السيارات شركات السيارات. جلد هنا في تخشيبة فوق تصل دار مدار السيارة. طبعا هذا الطبلون شكله شوي غريب، لكن صراحة بالواقع جميل ما عليه كلام. هذه في وايرلس هنا تشارجر ممتاز، تو كاب هولدرز، واحد شدي واحد شدي، ما ادري ايش الفايدة من هذا، يشيل لك اكبر يعني، او حق تلفون يصير يعني تحطه شدي تلفونك، فكرة ذكية إذا عشان تلفون. فينجر بريك إلكتروني، أوتو هولد يتكلم عنه كذا تقرير، اللي هو توقف بالسيارة وتخليها على الدي، توقف بالإشارة عفوا وتخليها على الدي، وتشيل رجلك من البريك تظل السيارة واقفة إلى أن تدوس بنزين ثاني مرة. إيكو نورمال سبورت، هذا الجير، ثمان سرعات، السناد الوسطية عملاقة، في فتحتين شحن 2.1 امبير ممتاز، شحن سريع. في شاشة وسطية نص الاعدادات تقريبا 7 انش، نظام جي بي ال الصوتي. هذا شكل الطبلون، طبعا يكون سوفت ماتيريال نعم يعني ما يكون خشن. شاشة ممتازة وحجمها ممتاز. شنو تبريد تدفئة، بوم اوتو حق التكييف،
ممتاز، مفصول طبعا، إلا بس درجة الحرارة مو المراوح. الطبلون شكله ممتاز مميز، في ستيتشنج هني واصل لي بالنص. شوفها من داخل، الباب فتحته واسعة، هذا الستيتشنج واصل للخلف، سماعات جي بي ال. احس ان شكلهم تحس رخيص تشيب، لو حطينا شكله افضل يعني من كذي. يعني كل المواد ممتازة الا مالت السماعة. هذه السيارة من الخلف طبعا وسيعة ما شاء الله، أفلون معروفة بالراحة والوسع من الخلف. هذا شكل السيارة من منظر اللي راكبين ورا. طبعا حنشوف شنو في ورا. في هني فتحتين شحن، ممتاز جدا. أنا أحيي الشركات اللي كذي اللي تحترم الأشخاص اللي قاعدين ورا. في اثنين تدفئة فقط بدون تبريد، ما له داعي، كلش ما له داعي. عندنا المفروض ما يجيبونها اصلا، يعني تكلفة اضافية على الفاضي هذه صراحة. حطوا تبريد او تهوية على الاقل. هذا بس هني فتحتين بس مكان واحد. هني حملات الاكواب، وهني مكان حق الشحن. هذا المكان صح، ونفس الباث فندر حطينا كذي، وكنا ما إلته مو حطينا، يعني ما له داعي حاطين كذي وما في هني فتحات شحن. هذا الصح طبعا. مالك تقدر توصل ورا، ما في هذا اللي تبطل، تقدر توصل للسناد الخلفية أو الشنطة الخلفية. ليتات كلها LED، قالوا لنا LED. سيارة والله وسيعة من الخلف صراحة، وسيعة جدا. بس انا اللي صادمني الستيتشنج هذا، اللي شكله تحس انه ما ادري شلون، تحس ان الكشن متوسخ او شيء غريب صراحة. فتحات التهوية اقصد، مو الستيتشنج. شوف المحرك، ميتين وثمانية وتسعين حصان، ستة سلندر على شكل حرف في، متصل بجير ثمانية غيارات جديد، ونفس الجير اللي على نفس الجير والمكينة اللي على الكامري بالضبط الجديدة. توزيع جدا ممتاز. البطارية هني غريبة، مكيف ما شاء الله عريض جدا، المكيف البارد جدا مال تويوتا. مروحتين او مروحة واحدة بس كهربائية. تنسوا اللايك سبسكرايب، حياكم الله جميعاً.